مرحبا بكم هنا. ايضا هذا نداء لكل اباء وامهات، رجاء الوليدات الصغيرين يحفظوهم ويديروا معهم عينيهم. بطبيعه الحال فمرحبا بجميع المصطفين في هذا الفصل الجميل، فصل الصيف. فالدور ديالنا هو دور تنشيطي توعوي تحسيسي لفائده الزوار والزائرات اللي كيتوافدوا علينا. الحمد لله يوم الاحد فكتعرف زياده الناس مضاعفه، اليوم تقريبا حوالي 8000 شخص. فنطلب منا حنا بالمسبح ان التوعيه تحسيس، ان نقول لهم بان الاشياء اللي ممنوعه بحال ما يدخلوش الدراجات الهوائيه، ما يلعبوش الكره، يحترموا بعضياتهم. إذا هذه مجموعه من النصائح كنقدموها للزوار والزائرات اللي كيزورونا دائما بالمسبح الكبير اللي كيتعد معلمه ترفيهيه سياحيه بقلب العاصمه الرباط. وكاين حوالي 140 ميطناجور اخويا، وكنحاولوا نوفروا السلامه ديال المواطنين والسلامه ديال الناس، ودايرين المجهود ديالنا خصوصا في اخر اسبوع كيجيبوا الناس وليداتهم والاسره، وكنحاولوا نخرجوا باقل الاضرار. بالنسبه لابيسين بعدا زوين، يعني الثمن مناسب، 10 دراهم راه مناسبه لجميع الفئات. من ناحيه الاقتضاب مع ان الثمن مناسب ضروري غادي يكون الاقتضاب، كون كان الثمن دابا طالع راه ما كناش غادي نشوف هذا الاقتضاب. وانا عجبتني هاد لابيسين زوين، بعنا انا بالنسبه لي اللي جبت وليداتي عجبهم الحال، واخا الاقتضاب كاين لامبيونس، وهاد المديره اللي داروها زوينه، وحتى المطلع اللي دايرينها هنا داك الشيء راه زوين، تتمم مناسب. كاين كاين هنا واحد داير المطاعم بالنسبه دايرين لي ساندويتش 15 درهم، يعني كنشوف تمام مناسب. الفريت داير 100 ريال. كاين لي موناف، كاين الماء، كاين لي طواليت حتى هي كاينه نقيه من ناحيه النظافه، كاينه زوينه شتها نقيه. ولكن مع الاقتضاب ضروري غادي يكون واحد شويش ديال والله بيسين. بالنسبه انا جاني زوين الوليدات ديالنا، وليدات المغرب نيت عندهم فين يفوجوا فين يتلفوا. وهاد الناس هنايا اصلا هاد البلاصه اللي داروا فيها كاينه الناس، كاينه الطبقه الشعبيه، وهذا قريب ليهم. بالنسبه للبحر اللي ضار بهم كنشوفوا انه خطير، يعني ماشي بالنسبه ما يصلحش للعومه ديال الدراري الصغار. لابيسين مناسب، كاين جميع الفئات، كاين العمريه حتى الناس الكبار، بالنسبه لينا حنا حتى حنا نعوموا معاهم. جينا من السلق هاد لابيسين راه زوين، ولكن هما خصهم يزيدوا في الثمن. 10 دراهم خيره، راه 10 دراهم راه خايسه بنادم داخل بزاف كثير، خصهم يديروا على الاقل شي 50 درهم. بانكم كما تشوفوا انتوما الجو زوين، الحال زوين، مدينه الانوار، ولكن خاصه الناس يحافظوا عليه.